سلامة مرة أخرى في سي باور. اليوم مع بعضنا باش نشوفوا أكثر فيديوهات اللي قاعدين يدوروا في الانترنت التونسي. احنا خدينا سيليكسيون كبيرة ومن سيليكسيون اخترنا كلكو فيديو اللي ظهروا لنا هما تبدلوهم برشا ناس واللي نتصوروا عليهم برشا كلام. المنصف العزيمي بكل ثبات يعطينا الدرس في الثقة في النفس. مش كالعوان يحبوني يا روان، حتى المواطنين يحبوني، المواطنين الشرفاء اللي يحبوا تونس ووطنيين يحبوني. واللي ما يحبوكش مش الشرفاء ده، اللي ما يحبونيش ما يحبوش تونس. ابا عداء تونس ايش في لخص تونس؟ هاني قلت لك انا يا ودي، هاني قلت لك الناس اللي تحب تعيش في سلام في تونس. طيب نخلدون، سامحني 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 سامحني، خلينا نكلمك عاد. وإذا من غير ما ندخلوا في حكاية حول الهوية خاطر في الأخر نطلعوا كلنا من التوانسة، نحبوا نشكروا سي منصف العجيمي ونذكروه بالطبيعة بالأعمال الحسنة والطيبة اللي قام بها البوب مع المواطن التوانسة باش يعاونهم كي طاحوا في القاعة. مش كالعوان يحبوني يا روان، حتى المواطنين يحبوني، المواطنين الشرفاء اللي يحبوا تونس ووطنيين. واللي ما يحبوكش مش الشرفاء، اللي ما يحبونيش ما يحبوش تونس. مش كالعوان يحبوني يا روان، حتى المواطنين يحبوني، المواطنين الشرفاء اللي يحبوا تونس ووطنيين. واللي ما يحبوكش مش الشرفاء، اللي ما يحبونيش ما يحبوش تونس. عبد الرحمن بن صغير، عرفتوه عبد الرحمن بن صغير؟ أي هذاك اللي ديما يحكي على خوه الزوالي، ما هو بعد غيبة طويلة قرر باش يرجع لأرض الوطن، وهو دوب ما حد ساقه في تونس شدوه في الديوانة وهزوه دار خالته. والحكاية وكأنها كانت خطيرة جدا خاطر المحامي متاعو قال إن العقوبة تنجم توصل به حتى الإعدام، لكن بعد أيامات معدودات خرج عبد الرحمن بن صغير بطلعته البهية، مشى لمسقط رأسه وبرتاج معنا الفيديو هذه الجميلة التي أبكت الجميع. عبد الرحمن سكير ناخو 20 مليون في الشهر، تكلمت على ياخو في 170 دينار، تكلمت على الزوالي لهذه عاشت زوالي، أمه خدمت علينا في الديار خديمة، خدمت الزبلة، خدمت الزبلة وتكلمت عليكم انتوما يا زوالي. يحيى العدل، تحيا تونس ما بعد الثورة، تحيا العجائب. الشخصية هذه اكتشفناها في الانترنت، وكي تتبع الصفحات الثورية اللي ظهرت من بعد الثورة تقول انه الانسان هذا ما يحبوهش، انه الانسان هذا ما يسمعوش، انه الانسان هذا كي هبط فيديو ما يشوفوهش. لكن كي تجي تتبع ستاتيستيك من اكثر الفيديوهات اللي قاعدين يدوروا في الانترنت هما الفيديو نتاع جلال بريك. انا ولد بورقيبة، انا ولد عليسة، انا ولد الكهنة، انا ولد يهود تونس اللي تسبوا فيهم، ولد راول جورنو اللي غنى زاد النبي وفرحنا به صلى الله عليه. يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه، سيد النبي محاب العشق وسيد علي. بيبليك في البلاصة اللي صور فيها وجلال البريك حب من حب وكره من كره، شخصية يتبعوا فيها في الفيسبوك وفي الانترنت وفي اليوتيوب ويتبعوا فيها التوانسة.